وتحاسبون المتظاهر اللي يروح لبيتهم يروحون تحت قلوب. افهموا الرسالة جيدا. والله العظيم إن لم يحاسبكم الشعب العراقي سيحاسبكم التاريخ، وأن الشعب العراقي ماضي بمحاسبتكم. لا تتصوروا أن أحدا يفلت من العقاب أبدا أبدا، وإن فلت هو فابنه لم يفلت. عقاب القاتل يجب أن ينفذ، لا يجب أن تعاقبوهم. اظهروا لنا، ان لم تستطيعوا اظهروهم لنا قولوا هؤلاء نحن نحاسبهم، نحن نتحمل المسؤولية. افهموا هذه الرسالة جيدة. اما فيما يخص السيارات او المركبات التي لا تحمل لوحات تعريفية فيوميا اراها منذ سنوات، يوميا اذا لقيت اني باكر سيارة بالشارع احملكم المسؤولية الكاملة. انا رجل مهدد اليوم، انتم كلكم اليوم الموجودين قائد شرطة كربلاء، والله العظيم انا منطق حتى الاسماء اللي اذا قتلت اني بالقران ما تلقون قياده الشرطه، ما تلقوها موجوده هنا. زين انهم بين اكتبوا لنا، انتم مسؤولون عن حمايتنا. كل واحد ما يقدر، كل هؤلاء المتظاهرين اليوم اي واحد يقتل او يضربهم انتم المسؤولون. واذا ما تقدرون وخروا، اكو كفاءات بالبلد، اكو موجوده، اكو خبرات موجوده قادره ان تحمي امن كربلاء وابنائها بايام معدوده. اعطيناكم كل شيء، اعطيناكم الوقت، اعطيناكم المال، تعاوننا معكم، قدمنا لكم الورود في سبيل ان تحمونا، لا تقتلونا، لا تقتلونا. هذه الرساله واصله اليكم والى الجميع، الى كل القوات الامنيه، كل الاجهزه. من لم يستطع حمايه كربلاء عليه التنحي، ونحن قادرون ان نحميها. باسم جماهير كربلاء